معلومات اكثر سي خالد قبل ما نجيو معك سي علي. هو لاكيد انه تم اعتقال ابو عياض اليوم فجر هذا اليوم، لانه الظروف اللي حفت بعمليه الاعتقال والطبيعه الاستخباراتيه لعمليه الاعتقال جعلت الفاعل الاصلي وهو السلطات الامريكيه تخشى رد فعل لو تم تاكيد هذا الامر رسميا. احنا لو نتبعوا هذا المساء بيان السفاره الامريكيه في تونس لم تنفي وجود عملية الاعتقال، إلا أنها تنصلت من دورها كسلطة أمريكية في عملية الاعتقال، وهذا راجع إلى تخوف السلطات الأمريكية من رد فعل يستهدف مصالحها أو المصالح القوات المتحالفة معها. وكذلك في عملية هذه الاعتقالات اللي تشمل شخصيات مهمة جدا بين ظفرين، احنا نذكروا انه عملية اغتيال وقتل بن لادن، نفس الشيء زاد بعد ذلك هناك تأكيد، هناك نفي، هناك ضبابية، هناك تشويش، يعني هي عادية جدا. والمعلومة اللي توا جاتني يقولوا سفير تونس بليبيا رضا بوكيدي يقول اللي الامريكان والافريكوم سيدي تنفي يعني تدخلها في القضية هذه. يعني هو هذه طبيعة العملية في حد ذاتها والتوقيت، نحن على أبواب سنة ميلادية جديدة، احتفال بسنة ميلادية جديدة، على الوضع الأمني الهش اللي موجود في تونس وفي المنطقة في جنوب الصحراء وفي شمال أفريقيا والتهديدات الإرهابية اللي موجودة، طبيعي جدا أنه باش تنفي أي دور لها. وعندنا كذلك ولحد الآن ما زالت بعض العمليات اللي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية خارج ترابها ما زالت لحد الآن لم تعترف بها رسميا. عدة عمليات قامت، عملية اغتيال، عملية استهداف لمقرات لشخصيات ولمنظمات ولأحزاب قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية دون أن تعلن على بس ولايتها الرسمية أنها هي تقف وراء هذه العمليات. بالتالي أنا لا أستبعد أن هذه العملية وقعت ووقعت تبقى الصورة التي خرجت بها في الأول، وهو أنه فعلا السلطات الأمريكية قود مارينز بمساعدة بعض الأهالي والقوات الليبية باعتقال أبي عياض. هناك تبعات الآن، هي الآن الولايات المتحدة بصدد ما يعبر عنه بالتصدي للتبعات المحتملة لإعلانها الرسمي.